ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة محمد آل جيمر، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة بيد وورز في لايف بوت الحلقة التاسعة. فأول شيء يا شباب اضغط زر اللايك واشترك بالقناة إذا ما كنت كما شفت يعني، ومو هاكر يعني، ما يضبط غير ما بريك وما بليف. فهذا الفيديو يا شباب بدون مونتاج، يعني هلا بأي يعني بأي يا شباب، يعني يمكن هذا آخر الفيديو، يمكن هذا الفيديو قبل الأخير، لأنه شباب السنة الجاي عندي تاسع، يعني هاي السنة يعني بعد أسبوع تقريبا خلاص، يعني بعد أسبوع خلاص المدارس تجي. فبأي لحظة يعني أبوي يعني يجيب لي الجوال ويضبه، إنه يعني 9 أشهر يمكن أنقطع عنكم، فيمكن هذا توديع آخر الفيديو. فيا شباب هو ما يزبط غير ببريك وسبيليف، فخلينا ندخل بهذا. أول شيء يا شباب خلينا نجمع 4 بريك أو 5 بريك وستة، خلينا نجيب بيكاكس، بعدها خلينا نجيب بلوكات. وخر وخر يا بلوك، جوجو 2 3. اوكي خلينا نكسر البلوكات يا شباب كما شفتوا. اوكي يا كلب يا بلوك اخدهم، كلب. اوكي شباب كما شفتوا بترفعون 3 بلوكات، تفتحون الكرة، بعدها تكسرون الهذولا. اوكي جبناهم بالها هاكر، يعني هو جلتش يا عيال، لا حد يجي يقول لي انت هاكر وانت مكر، هي هو جلتش. ولحتى تجيبون يا عيال خلينا نجيب يا طيب العمل، شو نكلب. جبت الجولد يا شباب، خلينا نجيب سيف دايموند مع بو يا عيال، خلينا ندرعم على الأسرة بسرعة ونهبط أمهم. يلا 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 يا شباب، ما في أي كلام، دغري درعمة ولا أي كلام. خلينا نتف ذاك ببو طاح الولد، وينك أبو الولد؟ تعال اجلدك انت، تعال راح راح. سلام عليكم، الله يرحمه. خلينا ندرم على الريد عيال، يلا يلا. يا طيب ما ضرب هذا. عيال خلونا ندرعم على الرد بما انه سكر سريره الكلاب، بلكي تضبط. خليني احط بلوكتين لما يجي لي الورق هذا. ليش يعني تعبت حالك؟ تعبت حالك يا زلمة، يعني أنا حالك ما أحب أتعبك. هرب 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 هرب. قتلت من جولد، ماي 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 جولد. خليني اروح اشتري يا عيال وارجع لك. اوكي هذا عم يساعدني ويضرب البول، انه هو اخذ الاغراض. طيب
هذا طبعا شباب اذكركم ان هذا ما يضبط يا كلب. لا صادني ابن الذين امنوا، نقزني والله. طيب ارجع اذكركم يا شباب ان هذا الهاكر ما يضبط غير بال، ما يضبط غير شو بس بليف. تذكرون هذا ايش؟ طبعا مرة ثانية تقولوا لي يا محمد ليش ما تضبط، لان يا عيال حاطين فوق ال، يعني حاطين هما فوق ال، فوق الكرة بلوكات هما، فلهذا ما تقدرش تعطي. طيب السلام عليكم، خدت الجولدات، خد بو حبيبي انا ماني فاضي لك حتعطيك. طيب خليني اروح بسرعة لاني ماني فاضي. الكلاب، الكلب، البربل، تعال. تم التكسير، وش ذا الضرب تبعك يا شيخ؟ لا طيب وش ذا الضرب؟ شلناه. تم الخلصان الاورنج، بطلنا يا عيال البربل اللي هم اقوى فريق لحد الحين. لقاعة يا طيب، الله. اي اي يا ابن الكلب، يا ابن الذين امنوا. نفوز عليهم بالله شباب. يا الله اخاف ذاك يصيدنا بالبو. والله يعني معركة والله صعبة، الهاكر ضد هاكر، هاكرات ضد هاكرات. هنا ابن الذي مع عصاي. روح روح صاحبي، ضحي ضحي فيه. يا الله يا الله قوياء. خلاص جي جي يا شباب، جي جي يا شباب. والله بس المهم يا شباب انه وضحنا لكم الفكره قدامكم انه شلون تشغلون هاكر يا شباب. هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لا تنسوا تعملون لايك وتشتركوا بالقناة وتنشروا مقطع في كل مكان. طبعا نسيت شغلة انه لو ارجيكم البروفايل حقي قبل ما نروح، الرانك حقي يا شباب 23939، الكل 867، والميت انا 945. الكي دي ار هذا قولوا لي يا شباب بالتعليقات شو هذا،
والتايم بلاي يعني الوقت اللعب، يعني بدي العب صرت كده وقت. ومع السلامة.